كملت. نبتدي بقى بالصعب الاول. مش صعب ولا حاجه، اللي عايز تجهزي او طلعوا لي المذكره الجديده. انا كنت ناوي ابتدي الصفحتين بتاع المذكره القديمه الاول الاسهل، لكن كده خلاص انتوا قبلتوا فنبتدي المذكره الجديده على طول. ما اعتقدش حد تاني هيجي بقى، الناس هتيجي بكره، ده اللي عايز يجي. يلا بصوا يا حلوين، احنا هناخد من المذكره الجديده دي اربع صفحات، وهناخد الصفحتين بتوع المذكره اللي قبلها. دلوقتي انتوا فاكرين احنا خلصنا اليومورال اميونيتي، فدلوقتي بقى هنبتدي ناخد الباثولوجيكال افكت. بطلوا زن يا حبيبي عبد الرحمن، ابقوا سيبوا ممر عشان مش كل شويه تقوم يا ابني، ما هو بالعقل. لا انا بكلمك جد، ما هو كده كل شويه هتقوم وتعطلنا. لا سيبوا ممر، سيبوا بس لغايه ما المجموعه تكمل، وبعد كده بقى سد زي ما انت عايز. سيبوا حته يا جماعه الناس تدخل منها. طيب بص، هناخد دلوقتي حاجه اسمها باثولوجيكال افكت اوف هيومورال اميونيتي. تعالوا نفتكر مع بعض، احنا لما خدنا السيل ميدييتد اميونيتي خدنا ليها اتنين باثولوجيكال افكت. فاكرين كان في حاجه اسمها سوبر انتيجين اللي هو كان بيعمل شوك، وكان في نوع من الهايبر سنسيتيفيتي اسمه تايب 4 اللي هو ديليد هايبر سنسيتيفيتي. دول كانوا خلاص يا جماعه بقى، دول كانوا الباثولوجيكال افكت بتاع السيل ميدييتد. النهارده بقى هناخد الباثولوجيكال افكت بتاع اليومور. تلات انواع من الهايبر سنسيتيفيتي. الاول فكروني، حد فاكر يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي يا جماعه؟ اللي هو اكزاجيريتد اميون ريسبونس يؤدي الى سيلف تيشو دامج. بصوا بقى في الورق، اليومورال اميونيتي اللي هي انتي بودي مسؤوله عن تلات انواع من الهايبر سنسيتيفيتي. اول واحد اسمه تايب 1 اللي هو ليه اسم تاني اميديت او انافيلاكتيك. النوع التاني اسمه تايب 2 اسمه سايتوتوكسيك او سايتوليتيك. والنوع التالت اسمه تايب 3 اللي هو اميون كومبلكس. النهارده هناخد تايب 1 بس. وخلي بالكم بقى، تايب 1 هو اهم واحد في الهايبر سنسيتيفيتي لانه الموست كومن. انتوا عارفين اي شعب 10% من افراده على الاقل بيبقى عندهم تايب 1. فانت كدكتور ايا كان تخصصك لازم هتقابل حالات اللي هي تايب 1. يلا صحصحوني بقى. تايب 1 ده ليه اسمين تانيين يا جماعه، بطلوا زن ارجوكم، انا مش عايز اضطر اخد بريك عشان الصلاه. العشاء 6 وربع، عايزين 6 ماكسيمم نكون مخلصين، الحصه قصيره جدا. لا الواد قايل لي وربع حماده. ما تستلزمنيش ده. لا وربع مش وخمسه. خمسه؟ 10. طب والنبي ارجو من الشيوخ اللي اتكلموا، العارف بالله عمر اللي هو مش عارف يقرا الفاتحه اساسا بيتكلم، وعبد الرحمن بطيخه البوزي اساسا اللي هو بيروح عشان الصين يعبد بوزه، فهو بيكلمه دلوقتي. بقول لكم ايه؟ خلاص خلاص يا زفت. بقيتوا حاضر خلاص خلاص يا حبيبي. عمر بطيخه بقى بيتكلم على الاداب دلوقتي. خلاص سوري ايه يا عم؟ ما خلاص العمليه لحوست. بص خلاص بقى، بص دلوقتي تايب 1 ليه اسمين تانيين، ساعات نقول عليه اميديت لان هنكتشف ان التيشو دامج بيحصل بعد الاكسبوجر بالانتيجين بدقائق، عشان كده بنقول عليه اميديت. وساعات نقول عليه انافيلاكتيك. بصوا بقى عشان الشفوي، يعني ايه كلمة انافيلاكتيك؟ هي ليها معنى علمي ومعنى بيننا وبين بعض. المعنى العلمي، انا يعني اجينست اللي هو اول ثلاث حروف، انا يعني اجينست، وفيلاكسز يعني بروتكشن. يعني بروتكشن يعني الاثنين مع بعض معناهم اجينست بروتكشن. قولوا لي هي مش مفروض الاميونيتي ربنا خالقها عشان تعمل لنا بروتكشن؟ ده العادي. هنا بقى الاميونيتي هتعمل لك ايه؟ عكس البروتكشن، واخدين بالك؟ يعني هتضرك، عشان كده مسميينها انافيلاكس اللي هي اجينست بروتكشن، ده العلم. لكن بيننا وبين بعض بقى، لما نسمع في المنهج كلمه انافيلاكسس او انافيلاتوكسين نفتكر فازو دايلاتيشن. يبقى ده اللي انا عايزه منك، اول ما تسمع كلمه انافيلاكسس او انافيلاتوكسين تفتكر لي كلمه فازو دايلاتيشن. طيب بصوا لي بقى،
في 7 مجرمين في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هم هيعملوه. هكتبهم دلوقتي، هعملهم لكم لما نخلصهم. عندنا 3 خلايا، بطلوا كلام يا جماعه، الماست سيل والتي هيلبر 2 والايوزينوفيل. دول الثلاث خلايا المجرمه بتوع تايب 1. وبعد كده عندنا 3 سيتوكاين اللي هم انترلوكين 4 و5 و13. واخر مجرم بقى في السبعه انتي بودي اسمه اي جي اي. طب ايه رايكم نكتبهم دلوقتي بدل ما ناجلهم في ظهر الصفحه كده كاننا بنعمل تلخيص؟ في اكتب 7 كريمينالز، 7 مجرمين، 7 كريمينالز. طلعوا 3 اسهم اللي هم متسببين تايب 1. اول حاجه ماست سيل كوما تي اتش 2 اند ايوزينوفيلز. هقولهم تاني، ماست سيلز كوما تي اتش 2 اند ايوزينوفيلز. دول نفس السهم، هم 3 اسهم، الثلاثه دول في نفس السهم اللي هم الخلايا. طيب السهم الثاني من السبع مجرمين 3 سيتوكاين اللي هم مين؟ انترلوكين 4 و5 و13. انترلوكين 4 و5 و13 ده السهم الثاني. السهم الثالث والاخير بقى اي جي اي، الانتي بودي اللي اسمه اي جي. طيب بصوا بقى في الورق يا حبايبي، هنقرا العناوين بتاع الميكانيزم وزي ما اتفقنا تايب 1 ده سهل قوي، كله يبص في الورق. عندنا اول حاجه اسمها فيرست اكسبوجر تو ذا انتيجن، ده بيؤدي الى حاجه اسمها سنسيتايزيشن. وبعدين اقلبوا الصفحه. المرحله الثانيه اسمها ري اكسبوجر تو ذا سيم انتيجن، وده هيؤدي الى حاجه اسمها دي جرانيوليشن. وبعدين في الجدول بقى المرحله الثالثه اسمها ايرلي فيز رياكشن، والمرحله الرابعه اسمها ليت فيز رياكشن. يلا كل يبص لي 5 دقايق ونكون مخلصين، عمليه عبيطه قوي. بصوا اول حاجه، اول حاجه العيانين اللي عندهم تايب 1 بيبقى عندهم جينيتك ديفكت خطير. ايه هو جينيتك ديفكت ده؟ ان عندهم اكسس تي هيلبر 2 ريسبونس. يعني لما بيتعرضوا لانتيجين معينه يا حبايبي بيقوموا مطلعين ريسبونس قوي معمول من تي اتش 2. واحد يقول لي يا دكتور طب الشخص الطبيعي لما بيتعرض للانتيجين دي المفروض بيعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا ما تطلعش ريسبونس اساسا، يا اما تطلع تي اتش 1 ريسبونس اللي هو ما بيبقاش منه ضرر. لكن الناس دي الديفكت اللي عندها الجينيتك انها عندها اكزاجريتد ايه؟ تي اتش 2 ريسبونس. قبل بقى ما نخش في التفاصيل، ايه انواع الانتيجين اللي الناس دي بتعمل ضدها تي اتش 2؟ اولا الانتيجين هنا اسمه الرجين. تعرفين يا حبايبي الرجين جايه من الرجين، يعني الانتيجين اللي هيعمل الرجين. اشهرهم بقى 5 حاجات. نمبر 1 بولين جرين. حد عارف يعني ايه بولين؟ اللي هي حبوب اللقاح بالظبط. تاني حاجه فود، بعض الاكل. تالت حاجه دراجز، وطبعا اشهر دراج بيعمل حساسيه البنسلين بالظبط. وبعدين رابع حاجه اللي بيشتغلوا بقى في المناحل مع النحل، حاجه اسمها بي فينوم اللي هم بيقولوا عليه سم النحل، ده بيموت زي ما هنشوف. واخر حاجه اسمها سيرم بروتين. عايز بقى امليها لكم دي، يعني ايه سيرم بروتين يا حبايبي؟ يعني حاجتين. اول حاجه ساعات ابقى محتاج اعالجك بان انا اجيب انتي بودي من الانيمال، يعني لما ناخد السيستماتيك بكتيرولوجي وفيرولوجي هقول هناك بعض الحالات بعالج فيها بكتيريا او فيروس بان انا بديك حقن انتي بودي جايبها من انيمال. ففي ناس عندها حساسيه من الانيمال بروتين دي. تاني حاجه سمعتوا عن حاجه اسمها البومين؟ تعرفين يا حبايبي اللي عنده ليفر سيروزس اللي هو فشل كبدي، الله ينور عليه، ما بيبقاش عنده البومين فبيحصل له اديمه، فاحنا بنعوضه بان احنا بنديله حقن ايه؟ البوم. اهي دي برضه ممكن تعمل حساسيه. يبقى طلعوا لي سهمين بقى من الرصاص من كلمه سيرم بروتين، عشان ممكن تلاقي هو ده راس السؤال في الكيس، يقول لك واحد عنده ليفر سيروزس وابتدى ياخد حقن البومين مش عارف حصل له ايه، تعرف ان هو تايب 1 على طول. يبقى طلعوا لي سهمين من بروتين. اول سهم انيمال انتي بوديز، من كلمه سيرم بروتين طلعوا سهمين. اول سهم انيمال انتي بوديز.
السهم التاني قلب من حقن القلب في حالة الليفر سيروس. طيب بصولي بقى، الشخص ده اتعرض لأحد الانتيجين دي، يحصل ايه بقى؟ عادي خالص، هتبتدي الانتيجين بريزنتنج سيل تاخده، وطبعا اهم انتيجين كالعادة الدندريتك، وبعد كده بقى اهم انتيجين بريزنتنج يعني، وبعد كده يحصل ايه؟ تاخده توديه للتي هيلب. قولوا لي بقى، فكروني لما حاجة اعمل اكتيفيشن للتي هيلبر كلهم هيتحولوا لايه في هذا النوع؟ تي اتش 2. فاكر احنا قلنا الشخص الطبيعي يا اما ما يحصلش اكتيفيشن اساسا يا اما بيطلع تي اتش 1، لكن ده عشان عنده جينيتك ديفكت فبيديك تي اتش 2 ريسبونس. واحد يقول لي بقى، طب وانت زعلان ليه من تي اتش 2؟ اقول لك، التي اتش 2 هتطلع انترلوكين 4 و13 و5، ولو انتوا فاكرين 4 و13 هيروحوا للبلازما يخلوها تعمل سويتش الاي جي اي. الله ينور عليكم. مش الاي جي اي بيطلع لما يكون عنده 4 و13 ولا لا؟ فالشخص ده بداية المأساة، هيطلع اي جي اي كتير. لو انتوا فاكرين يا حبايبي، احنا مش قلنا الاي جي اي ده اقل انتي بودي من حيث الكونسنتريشن لما خدناها الحصة اللي فاتت؟ عارفين العالم دي ممكن الاي جي اي يوصل ل 20% من الانتي بودي في البلاد، دي نسبة مهولة، واخدين بالكم؟ طيب الاي جي اي ده بقى اللي طلع هيروح يعمل ايه؟ حد فاكر هو بينزل على مين يا جدعان؟ خدناها على الماست سيل والبيزوفيل، فهيروح يلزق على الماست سيل اللي في التيشو والبيزوفيل اللي في البلد، وبيبقى المنظر كده. بصوا طبعا ما حدش يرسم خالص، احنا عاملين رسومات بس هنشوفها كلنا مع بعض في الاخر. بص، هيبقى عندي اي جي اي اهو كده اهو، كل بيزوفيل وماست سيل راشي عليها كميه ضخمه من الايه؟ من الاي جي. وبصوا بقى يا جماعه، من كتر ما الرياكشن بيبقى سيفير بيبقى العيان طلع ملايين الموليكيول في اي جي، والملايين دول مترشقين على الاف الماست سيل والبيزوفيل، حاجه مهوله. المرحله دي بقى عشان تحدث محتاجه 1 ويك، يعني من اول ما تتعرض للانتيجين لغايه ما الاي جي اي يطلع ويروح يلزق على الماست سيل محتاج حوالي ايه؟ اسبوع. وبنسمي المرحله دي سنساتايزيشن. واحد يقول لي يا دكتور، هو يعني ايه كلمه سنساتايزيشن؟ يعني ان الماست سيل بقت ريدي عشان يحصل لها اكتيفيشن، يعني لو بعد شويه عملت خطوه معينه هنعرفها ساعتها الماست سيل دي هتفرقع على طول. ده معنى كلمة سنساتايزيشن. يبقى اكتبوا لو سمحتوا العنوان بتاع سنساتايزيشن اللي هو نمبر 4. لسه هنعرف. هو هنا بس 4 و13 بيقول لك قصته، 5 بقى هينشط لي الايوزينوفيل هنعرفها بعد شوية يا عمر. يبقى اكتبوا عند كلمة سنساتايزيشن، اكتبوا ماست سيلز. ماست سيلز العنوان بتاع سنساتايزيشن اللي تحت خالص هو نمبر 4. ماست سيلز ار ريدي تو بي ديجرانيوليتد. ماست سيلز are ready to be degranulated. Mast cells are ready to be degranulated. To be granulated. قولوا لي، لكن هل حصل لها degranulation في اللحظة دي؟ لا. يعني معنى كده ايه؟ لو انت ما تعرضتش للانتيجين الا المرة دي بس اللي هي الفيرست اكسبوجر لن يحدث اي شيء. ايه يعني لما الاي جي يبقى لازق على الماست سيل؟ يبقى لن يحدث اي شيء. عارفين الكارثة انت بقى؟ لما هتتعرض لنفس الانتيجين فور ذا سكند تايم. فقلبوا الصفحه بقى، قصه عبيطه جدا. تعالى بقى نشوف، احنا كده خلصنا المرحله الاولى، خشوا لي بقى على الري اكسبوجر. بصوا لي، الري اكسبوجر ده هيؤدي في الاخر الى دي جرانيوليشن. بصوا بقى ازاي، دلوقتي انت تعرضت للالرجين لتاني مره اللي هو كان طالع ضد الاي جي اي، يحصل ايه بقى؟ هيبتدي الالرجين اللي هو الانتيجين يجي يلزق على الاي جي اي اللي على الماست سيل، بس بيلزق بطريقه اسمها، بصوا لي على السبوره هنبقى نشوفها في الايه في الرسمه، طريقه اسمها كروس لينكينج. انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه كلمه كروس لينكينج؟ يعني كل انتيجين هيلزق في 2 انتي بودي. يعني قولوا لي، هو مش الدراع ده اسمه فاب؟
اهو عندك 2 اي جي اي اهو، يجي الانتيجين يمسك في الدراع ده مع الدراع ده، يبقى كانه عمل كروس لينكينج للاثنين انتي بودي اللي جنبه بعض. شوف صورته بعد شويه. لاول ما يحصل كروس لينكينج يحصل ايه بقى؟ يبتدي جوه الماست سيل يطلع سكند ميسنجر. عارفين الكالسيوم والكلام اللي انتوا خدتوه في البايو، كالسيوم وسايكليك ام في والكلام ده، يقوم حاصل للماست سيل دي جرانيليشن وتقوم مفرقعه ومطلعه بقى الكونتنت اللي هنقولها دلوقتي. واحد يقول طب افرض الانتيجين لما لزق ما عملش كروس لينك، يعني كل انتيجين لزق في انتي بودي واحد، هقول لك لن يحدث دي جرانيوليشن. يبقى عشان يحدث دي جرانيوليشن لازم يحصل كروس لينك. فعشان كده في الريتن لو نسيت كلمه كروس لينكينج بتنقص، لان الكروس لينكينج دي هي اهم حاجه في الموضوع. طيب السؤال بقى، المصرس الفرقعت يحصل ايه يا عم الحاج؟ يبتدي بقى العيان يعاني من حاجتين، حاجه اسمها early phase reaction وحاجه اسمها late phase reaction. ومعلش يا حبايبي عندكم غلط في الترقيم في الجدول، ال early phase اعملوه رقم 3 ومكتوب رقم 1. طبعا لا، دي المرحله الثالثه في الجدول، بدل 3 بدل 1 يبقى 3، واللي جنبها الليت فيز رقم 4 اللي هي الحروف اللاتيني. طيب بصوا لي بقى، الايرلي فيز دي الاعراض العيان بيشعر بيها بعد قد ايه؟ ويزين مينتس. يعني تخيلوا لو انا واخد حقنه بنسلين وكان عندي حساسيه من البنسلين ممكن اموت في خلال دقيقه، يحصل لي الايرلي فيز immediately. وعشان كده سمينا النوع ده من الهايبر سنسيفتي، لو انتوا فاكرين immediate هايبر سنسيفتي، لان انت ممكن تموت في لحظه. طب السؤال بقى، مين المسؤول عن الايرلي فيز رياكشن؟ مواد خدتوها قبل كده 100 مره، اسمهم فيسيولوجيكال ميدييتو. الفيسيولوجيكال ميدييتو دول عباره عن ايه؟ 7 مواد عشان نحفظهم بسهوله. عندنا 2 اتش و3 بي و2 منوعات. يلا بصوا لي بقى، اول حاجه 2 اتش ماده اسمها هيستامين وماده اسمها هيبارين، اكيد سمعتوا الكلام بتاعها. بعد كده 3 بي عندك بروستاجلاندنز، وعندك كمان حاجه اسمها بروتيوليتيك انزيمز، وعندك كمان حاجه اسمها بيف، سمعت عنه طبعا، بليتليت اكتيفيتنج فاكتور بالظبط. وبعدين بقى الاثنين منوعات عندنا حاجه اسمها ليوكوتراين، وبعدين فاكتور اسمه اكفا. انت ما سمعتوش عنه قبل كده. اللي عايز بقى اكفا ده هقول لكم اختصار ايه، بس طبعا الاختصار ده معترف بيه زي باب بالظبط. اكفا دي اختصار اكتبه اللي عايز، يعني ايوزينوفيل، ايوزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور، ايوزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور اوف انافيلاكسيس، اوف انافيلاكسيس ايوزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور اوف انافيلاكسيس. لكن في الامتحان اكتب الاختصار على طول. طب بصوا لي بقى، سالت السؤال ده كذا مره ومحدش من الجميع اللي فاتت جاوب. قولوا لي يا جماعه، هو البليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده لما بينشط البليتلت هل ده ليه علاقه بتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ هي البليتلت دي مليانه من جوه دي. تخيلوا ما قلتلكوش، هي مش غلطتكم طبعا، هيستامين يا جماعه. البليتلت تحتوي على هيستامين، ده مصدر مهم جدا للهيستامين. فانت لما بتعمل اكتيفيشن ايوه مش غلطتكم، المفروض كنت تاخدوها في الفسيولوجي والبايو والكلام ده. طيب المهم، يبقى البليتلت يا جماعه انا لما بعمل اكتيفيشن للبليتلت بتطلع مزيدا من الهيستامين، فيعتبر الباف ده يعتبر ايه؟ حاجه خطيره جدا. طيب السؤال بقى يا حبايبي، طب والعالم دي كلها السبعه دول بيعملوا ايه؟ انتوا عارفين احسن مني، قولوا لي في البلاد فيسل هيعملوا ايه؟ فازو دايلاتيشن وانكريز فاسكولار بيرميابيلتي. طبعا السموس ماسل يحصل كونتراكشن، صح ولا مش صح؟ طب اهم سموس ماسل بيحصل لها كونتراكشن بالظبط البرونكاي والانتستين، اكتبوهم. انت عندك اول حاجه عشان لما نيجي ناخد الاعراض بقى الصفحه اللي بعدها، الاس ام كونتراكشن اللي هي سموس ماسل، اكتب لي المقصود هنا برونكاي وانتستين، برونكاي وانتستين. طيب
وبعدين هيزيد الميوكاس سيكريشن. طبعا انتوا عارفين لو زاد في اللنج كده مصيبه. وبعدين بقى انتوا خدتوا الهيستامين بيعمل ايه بقى في السكين؟ هيعمل لك ايتشنج، ولو زاد شويه يعمل ايه؟ يعمل بين جامد قوي. يبقى كل دول اسمهم ايرلي فيز، بيحصلوا ويزين مينتس من التعرض. نيجي بقى لحاجه مهمه، سؤال، هو اشمعنى الايرلي فيز دي حصلت ويزين مينتس؟ ببساطه يا جماعه، لان السبع مواد اللي احنا قلناهم دول هما اوريدي موجودين في الماست سيل. يعني الماست سيل كانت مصنعاهم جوه الجرانيول، فيدوب الاي جي اي جي لزق قامت مفرقعهم. انا بقول لكم الكلام ده ليه بقى؟ عكس التانيين. بصوا يا حلوين، هناخد دلوقتي حاجه اسمها ليت فيز رياكشن. الليت فيز رياكشن دي بيبقى سببها مجموعه من السيتوكاين بتطلعهم الماست سيل. هما ليه ليت؟ لان الماست سيل ما بتصنعهمش الا بعد ما حصل لها دي جرانيوليشن. يعني جه الاي جي اي وحصل دي جرانيوليشن تبتدي تصنع السيتوكاين دول، فعلى بال ما بيتصنعوا ويطلعوا باخد لي حوالي 4-5 ساعات، عشان كده بيقولوا ليت فيز رياكشن. يبقى اكتبوا الكلام ده لو سمحتوا، مهم قوي. على كلمه فيسيولوجيكال ميدييتور، انتوا عندكم ايتم اسمه ميدييتور، فعلى الشمال اللي هم بتوع الايرلي فيز اللي هم فيسيولوجيكال ميدييتور، اكتبوا اوريدي بريفورمد. اوريدي يعني موجودين، اوريدي بريفورمد in mast cells before degranulation. يبقى already preformed in mast cells before degranulation. طيب الناحية التانية بقى السيتوكاين اللي هم الميدياتور اللي هم السيتوكاين، اكتبوا synthesized after degranulation. السيتوكاينز يا جماعة synthesized after degranulation، دي بتتصنع بعد ما بيحصل degranulation، عشان كده بياخد وقت. طيب بصوا يا حبايبي بقى، من هي السيتوكاين اللي بتطلع من ماست سيل؟ خدنا منهم الحصة اللي فاتت، عندك انترلوكين 4 و13 و5. قولوا لي مش هما كانوا طالعين من التي هيلبر 2 في الأول ولا لأ؟ والماست سيل كمان بتطلعها. وعندك كمان بقى كمية قليلة من التي ان اف الفا وكمية قليلة من انترلوكين 3. انترلوكين 3 ده هناخده بعد شوية في المذكرة القديمة، صفحتين اللي فاضلين دول. طيب السؤال بقى، طب الخمسة دول اللي طلعوا من الماست سيل عملوا ايه؟ بيعملوا ريكروتمنت لثلاث خلايا من البلاد فيسل، تي هيلبر 2 ونيوتروفيل وايوزينوفيل. يبقى وظيفة الخمسة سيتوكاين اللي طلعوا انهم هيجمعوا لك ويعملوا اكتيفيشن لثلاث خلايا مهمين قوي، اللي هم التي هيلبر 2 والنيوتروفيل والايوزينوفيل. دول بقى هم اللي مسؤولين عن الليت فيز. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك، التي ان اف الفا لما جاب نيوتروفيل هيعمل لها اكتيفيشن. واحنا سبق خدنا لما خدنا تي ان اف الفا زمان في الانيت اميونيتي، عارفين انه بيعمل ريكروتمنت واكتيفيشن اوف نيوتروفيل. ده كان اول حاجه في الاكيوت فيز ريسبونس. فالنيوتروفيل هتتنشط جامد قوي، تقوم مطلع لك بروتيز، البروتيز ده يعمل لك تيشو دامج في اللنج مثلا. كمان انترلوكين 5 احنا واخدينه من الحلقه اللي فاتت بينشط الايوزينوفيل ايام ما خدناه في البارازايت، فهينشط لك الايوزينوفيل جامد قوي، برضه تطلع لك بروتيز، تقوم عامله لك برضه ايه؟ تيشو دامج. يبقى انت الخليتين الايوزينوفيل والنيوتروفيل عملوا تيشو دامج. اخر حاجه بقى، طب التي هيلبر 2 اللي جت، مش محتاج اقول لكم، التي هيلبر 2 هتزود الطينه بله زي ما بيقولوا. قولوا لي هي التي هيلبر 2 لما تيجي هتطلع لك مين؟ مزيدا من انترلوكين 4 و5 و13، وتقوم انت بقى داخل في دائره مفرغه. يبقى التي هيلبر 2 بتعمل حاجة اسمها اكسسربيشن. تعرفين يا حبايبي اكسسربيشن يعني ايه؟ تفاقم الحالة. قبل بقى ما راجع بس من الرسمة، تقدروا تقولوا لي من السبع مجرمين الأساسيين في تايب 1 اللي احنا مليناهم؟ قولوا لي السيتوكاين هم مين؟ 4 و5 و13. طبعا في سيتوكاين تانية بس دول اللي لعبوا الدور الرئيسي. طب والخلايا؟
في هيلبر 2 وماست سيل ويوزينوفيل النيوتروفيل جت بس مش عايزين. طب ومين الانتي بودي الوحش؟ اي جي اللي احنا بديناه من الاول. ايه رايكم بقى نراجع من الرسومات؟ جايب لكم رسومات بتحكي القصه. طلعوا لي الثلاث صفحات اللي انتوا خدتوهم النهارده. يلا بسرعه كده. الرسمه اللي فوق دلوقتي بيقول لك ايه؟ يلا يا جماعه عشان نخلص بسرعه. الفيرست اكسبوجر تو الرجي. دلوقتي عملنا اكتيفيشن للتي هيلبر 2، هو مختصر يعني مختصر. فالتي هيلبر 2 طلعت سيتوكاين قامت عامله سويتش في البي خليتها تطلع اي جي اي. ادي الاي جي اي طلع اهو. راح عمل ايه بقى؟ مسك على الماست سيل، لان الماست سيل عندها حاجه اسمها اف سي ايبسيلون ريسبتور اللي هي الدايره البني. بعد كده بقى اون ذا سكند اكسبوجر جه الانتيجين زي الحبل كده لزع على الاي جي اي. فاكرين يا جماعه لما قلت لكم لازم يعمل حاجه اسمها كروس لينكينج؟ فيعني الانتيجين يقوم لازق في اتنين انتي بودي جنب بعض. ساعتها بقى طلع حصل دي جرانوليشن، فوق هيحصل لك الايميديت وتحت هتحصل لك الليت فيز اللي هي متاخره شويه. تحتيها بقى على الشمال انا بس جايبها لكم عشان حاجه واحده، رسمه صغيره تحت على الشمال عشان تعرف ايه؟ ان الماست سيل عليها ريسبتور اسمه اف سي ايبسلون، يعني دي خطوه من الخطوات اللي فوق بس مكبرينها شويه. يبقى الماست سيل عليها ريسبتور بيستقبل الاي جي اي، فهيجي الانتيجين يعمل كروس لينكينج فتبتدي تطلع الميديتور بتاعتها. اقلبوا الصفحه بقى، هنبقى نرجع للرسومات دي بعد شويه. اقلبوا الصفحه في الورق الملون برضه. عندك بقى ده الافكت بتاع السبعه ميديتور. بصوا على طول عندك البلاد فيسل حصل فازو دايلاتيشن. اقلبوا الصفحه يا جماعه، الرسمه صفحه اتنين فوق خالص في الرسومات. فوق حصل فازو دايلاتيشن، بعد كده ابتدى يحصل فاسكولار ليكج عشان الانكريز فاسكولار بيرميابيليتي، وبعد كده في اللنج حصل برونكو كونستريكشن، والانتستين كمان هيبتدي يحصل حاجه اسمها هايبر موتيليتي يعني عم بيجيله دايريه. بعد كده الانفلاميشن والتيشو دامج اللي احنا قلنا عليه في الاخر اللي هو بالبروتيز اللي موجود. وعامل لك بقى رسمه مهمه تجميعه للاكشن بتاع الايوزينوفيل. يعني لما اجي اقول لك يا ابني هو دور الايوزينوفيل ايه؟ تقول لي والله هي بتلعب دور رئيسي في حاجتين، في البارازايت وفي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو التيشو دامج بتاع تايب 1. يعني بالبلدي يا جماعه لما الاقي عيان عنده ايوزينوفيل عاليه اللي هي ايوزينوفيليا، يا اما الراجل ده يبقى عنده بارازيتك انفكشن يا اما يبقى عنده تايب 1 هايبر سنسيتيف. ملهاش حاجه ثالثه في الطب، هم دول اسباب الايوزينوفيل، يا اما تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي يا اما الراجل ده عنده بارازيت. عشان كده بقى يا جماعه تلاقوا الفلاحين كلهم، الناس اللي عاشوا الفلاحين عندهم ايوزينوفيليا من كتر ما بيتعرضوا للبارازيتك انفكشن على طول. طيب ارجعوا بقى للورق الابيض واسود، اقلبوا الصفحه. شايفين العمليه سهله قوي. هنبتدي بقى ناخد حاجه اسمها ايه؟ اسمها الكلينيكال بريزنتيشن بتاعت ايه تايب 1. يلا بصوا يا حلوين، يعني ايه يا عبد الرحمن؟ ايوه ايوه والله عليك، خدوا الورق والله. طبعا يا ايوه طبعا. كلهم ايوه عارف المواعيد طبعا ماشي. اه كلهم. طيب بص عبد الرحمن تعالى قدامي هنا الدكتوره. اه والنبي لا تيجي عشان ما حدش يخدعك، تعالى المرة دي تعالى، بس المرة دي سرقوا الورق. الله أعلم. تعالى يا حبيبي تعالى 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 يا حبيبي تعالى. اه والله كده الحصة هتمشي بسرعة. اقعد يا حبيبي. طب لقيت الورق ولا لسه مسروق؟ أحسن عشان تعرف أصحابك بيكرهوك قد إيه. اقعد يا إما المال حرام بتاع الورق. لا والله لا أكيد أكيد أنت سارقه من ورا أبوك. خده من أبويا. أيوه تسيبك سارقه من ورا. هو اللي دافع. هو اللي دافع؟ طيب ما تخليناش بقى ندخل ابوك بيشتغل ايه بقى وهنبتدي بقى نلون. طيب المهم، طب ممكن يا جماعه اللي سرق الورق من عبد الرحمن يجيبوا اللي اقتبسه؟ هو ورق الحصه دي؟ طيب محمد وسام هو اللي. طب معلش يا محمد يا وسام اطلع بيه. يخرب بيتك. طب خلاص خلاص هنروح الاسم عشان خلاص خلاص.
بص اهو شوف الورق الملون بتاعي لما تزيله تبص الورق الملون بتاعي ماشي طيب بس ما تنساش في ايدك وانت طالع طيب بص دلوقتي عايزين نعرف الكلينيكال برزنتيشن بتاع التايب 1 اه بص يا حبيبي اولا الاعراض بتاع التايب 1 هم في ثلاث اماكن في جسمك الاماكن اللي فيها ماست سيل لو انتوا فاكرين يا حبايبي الماست سيل متركزه في جسمي فين في السكين والريسبيراتوري تراكت والجي اي تي فالاعراض كلها في العالم دي السؤال بقى لما يجي لي تايب 1 اشعر بمرض ايه حاجه من اتنين يا اما يحصل لك حاجه اسمها سيستميك انافيلاكسيس ودي بتموت اللي هي بيسموها انافيلاكتيك شوك يا اما يحصل لك حاجه اقل شويه اسمها لوكالايزد انافيلاكسيس اللي هي ليها اسم تاني ساعات تقول عليها اتوبي ودي طبعا ما بتموتش طيب تعالوا بقى واحده واحده كده بطلوا كلام السؤال منطقيا امتى يجي لي سيستميك انافيلاكسيس وامتى يجي لي اللوكالايزد اجابه عبيطه على حسب الماست سيل فرقعت فين بالظبط لو الماست سيل فرقعت في جسمك كله ات ذا سيم تايم ساعتها هيجي لك سيستميك انافيلاكسيس هنا الماست سيل والايوزينوفيل فرقعوا في نفس اللحظه في الجسم كله العكس بقى لو الماست سيل فرقعوا في اورجان واحد بس ساعتها هيجي لك الايه اللوكالايز السؤال بقى يا حلوين هو ليه بيجي لي انافيلاكسيس مش محتاجه قولوا لي انت تعرضت للالرجين فلزع على الاي جي اي اللي هي على الماست سيل والبيزوفين في الجسم كله فحصل لها في نفس الوقت ايه دي جرانوليشن طب يا عم الحاج انا هموت من ايه عارفينها قولوا لي ممكن يحصل لي ايديما وهايبوتنشن نتيجه ايه الايديما دي نتيجه ايه انكريز فاسكولار بيرميابيليتي والهايبوتنشن فازو دايلاتيشن بعد كده مش قادر اخد نفسي ديفيكالتي ان بريث نتيجه الايه البرونكاي اسباز وبعد كده بقى الاعراض في السكين اللي هي الرياش والاتشنج سؤال عميق قولوا مين هي الالرجين اللي ممكن تعمل لك سيستميك انافيلاكسيس لازم تكون داخلالك ازاي اني روت انترافيز الله ينور عليك خلي بالكم عشان افرقع الماست سيل كلها ات ذا سيم تايم لازم اكون داخل لك انترافينوس لكن مش اورال ولا انهاليشن طب قولوا لي بقى فاكرين الالرجين اللي خدناها الخمسه مين فيهم ينفع انترافينوس؟ عندك الدراجز والسيروم بروتين والبي فينوم انتوا عارفين اللي بيتقرص من النحل بيشتغل في مناحل بيتقرص على طول السم بيدخله الدم وممكن يموت فاكتبوا لي لو سمحتوا من العنوان اللي هو سيستميك انافيلاكسيس اللي هو فيتال وزين مينتس طلع ثلاث اسهم ايه الدراجز ايه الحاجات اللي بتعملها اول حاجه انترافينوس دراجز اكزامبل بنسلين انترافينوس دراجز اكزامبل بنسلين سام التاني سيروم بروتين اللي هي الالبومين والعالم دي سيروم بروتين السام التالت بي فينوم فينوم في اي ان او ام كانت مكتوبه اللي هو بيقول عليه سم النحل مكتوبه في الصفحه اللي قبلها بي في اي حاجه تانية ما تعملكش انافيلاكتيك شوك طيب تعالوا بقى للثانيه اللي هي اكثر شيوعا في المجتمع اللي هي اسمها ايه لوكالايزد انافيلاكسيس بص يا حبايبي اللوكالايزد انافيلاكسيس دي حاجه من اتنين يا اما الالرجين داخل لك باي انهاليشن اللي هما بيقولوا عليه ايربورن يعني داخل لك باي انهاليشن يا اما داخل لك باي انجيشن اللي هما بيقولوا عليه فود اند دراج بورن دول اشهر الامثله شيوعا في الايه في اللوكالايزد تعالوا بقى واحده واحده الايربورن لو دخل لي الرجين باي انهاليشن هيعمل لي ايه حاجه من اتنين يا اما حاجه اسمها الرجيك راينايتس يا اما حاجه اسمها برونكيال اسما واحد يقول لي يا دكتور امتى يحصل لي دي وامتى يحصل لي دي برضه مفكر على حسب الماست سيل فرقعت فين
لو هي بتعرفين رايتس جاي من كلمه ايه؟ نص. لو هي فرقعت في الاي والابر ريسبيراتوري تراكت ساعتها يجي لك اليرجيك رايتس. لكن لو هي فرقعت في اللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو اللنج ساعتها يجي لك برونكيال اسم. وعشان كده معلش عندكم غلطه سقطت سهوا يعني كلمه في الميكانيزم مكتوب في الاليرجيك رايتس اي اند ريسبيراتوري تراكت. اكتبوا قبلها كلمه upper. يعني هتبقى اي وابر ريسبيراتوري تراكت. طيب الابر ريسبيراتوري تراكت المقصود بيه النوز والايه والابر بارت بتاع النيزوفاكس. هو ايه اللي جاب الاي يا دكتور بالنسبه لنا؟ ما هو بص في اليرجين بيدخل عن طريق العينين واخد بالك، وبعد نفس الاليرجين ده بيدخل عن طريق النوز. يعني طيب ما دام سالتني يا كودي، بص يا جماعه عندنا نوع مشهور قوي، افهموا الكلام. طيب وان ده بقول لكم مشهور جدا، يعني عندنا نوع من الالرجي يا كوردي اسمه هاي فيفر، اللي هو بالعربي بيسموه حمى القش. ده بيجي للفلاحين، ده عباره عن ايه بقى؟ الفلاح اثناء جني الرز او القمح السنابل تقوم ملامسه عينيه وملامسه مناخيره في نفس الوقت، فيقوم جاي له راينايتس وفي نفس الوقت ايه اعراض في النور في الاي، عشان كده بيعملوهم الاثنين مع بعض، واخد بالك؟ طيب قولوا لي بقى، ما دام شرحنا انتوا عارفين الرجيك رايتس هتبقى عباره عن ايه؟ العين تيرنج بتدمع وكمان كونجست وفي نيزل كونجيشن والواحد بيعطس على طول وبيكح. اما بقى البونكا الاسمى مش محتاج اقول لكم، كلها عباره عن ايه؟ برونكو كونستريكشن ومش عارف انكريز سكريشن في الالفيولاي نتيجه الميوكوس سكريشن اللي هي اعراض الربو اللي هتاخدوها في الفرد. لازم بقى اقرا معاكم عشان نترجم اشهر حاجات بتعمل اليرجيك راينايتس وبرونكال اسم، هما نفس الالرجين بالظبط. فبصوا بقى عشان نترجم، طبعا الالرجين بولن معروف، الانيمال هير عارفين اللي هو الشعر بتاع الانيمال اللي هو مربي قطه او كلب، والدندر، دندر اللي هو القش، واخدين بالكم القش؟ القش بتاع الشعر. بعد كده هاوس داست اللي هو التراب. بعد كده فانجل سبور، انتوا عارفين الفطريات ليها سبور، واشهر فنجاي بتعمل حساسيه يا جماعه نوع اسمه مولد. اكتبوه بالرصاص ام او ال دي اس، طلعوا سهم من كلمه فنجر سبور واكتبوا مولد. انا خدنا كلمه مولد دي قبل كده، الله ينور عليك، في البنسيليوم والكيفالوسبوريوم شاطر. فاكرين لما خدنا الانتي بايوتيك يا جماعه كان البنسيليوم فطر كنا قايلين عليه مولد. طيب اخر حاجه بقى مايت، هتاخدوها في البار، حد عارف يعني ايه مايت؟ لا العتة. التكت هي القرابة، دي حشرة تانية، واخد بالك؟ مايت اكتبوا حشرة العتة. قول لي يا عمر، ما بتسمعوش على ان لما بنخزن الهدوم في الدولاب من موسم للتاني ماما بتحط عليهم نفتالين، يقول لك النفتالين ده عشان العتة، واخدين بالكم؟ هي العتة دي هي المايت، القرابة هي التكس يا عمر، حشرة تانية. هتاخدوا الحشرات دي في البارا، مش هتاخدوا السمك في البارا والدود والحشرات، هيطلعك راجل محترم يعني، ست بيت ممتازه. الله ينور. طبعا واحد زي عبد الرحمن غني بيقول لك اللي بيتوسخ بيترمي، يعني ما بيخزنوش ولا حاجه، طبعا لان الجيران بيبعت لهم مساعدات على طول. هو قاعد بقى في الدور الارضي فكله عمال ينزل مساعدات وده بيرمي. طيب ما علينا اخلص. طيب يبقى بص كل دي حاجات ممكن تعمل اليرجيك راينايتس او برونكال اسما. تعالوا بقى نشوف الفود اليرجين. بص يا حبايبي، الفود اليرجين طبعا في انواع كتير قوي من الاكل ممكن تعمل حساسيه زي السمك والبيض والمانجا والفراوله والكلام ده. بتبقى الاعراض في الجي اي تي. الله يخرب بيت السمك، حاضر مش هجيب السمك خالص، هنعتبره كلمه محرمه الاسبوع ده كله لغايه ما تنسوا الشغل. ويا سلام لو روحت البيت لقيت ماما عامله على العشاء سمك يعني، هتمسك بشتاء. الله يخرب بيت الصفار، خلاص خلاص يخرب بيت كده. طيب بص دلوقتي الفود اليرجين بتعمل لي جي اي تي سيمتوم. وحاجه ثانيه بقى الاورال دراجز، يعني بصوا يا جماعه في ناس عندها حساسيه من البنسلين بس الاورال مش الانترافين، فبرضه بيعمل مانيفستيشن في الجي اي تي. حاجه مهمه بقى، بصوا انتوا عارفين الجي اي تي ده لارج سيرفيس اريا في الجسم،
فغالبا الالرجين اللي بيخش لك في الجي اي تي ممكن يوصل للسكين واللنج. فتلاقي الواحد من دول اللي عنده حساسيه من اكل ما بتبقاش بس في الجي اي تي، تلاقي ظاهر عليه طفح جلدي، وساعات لو العمليه سيفير يجي له برونكيال اسيد. يبقى تاني يا جماعه، دايما الحاجات الالرجين اللي هي باي انجيشن، عشان الجي اي تي لارج سيرفيس اريا الانتيجين ممكن يحصل لها ابزوربشن في حتت كتير، فتلاقي الاعراض في السكين وكمان في الايه وكمان في اللنج. يبقى احنا كده خلصنا الانواع بتاع التايب 1. يلا اقلب. اه صفحه مهمه بقى، في العمليه سهله يعني، الناس اللي غابت دي ما اعرفش. دي اخر صفحه في المذكره. هنخش بقى على ايه؟ على الدايجنوزس والمانجمنت التريتمنت. ازاي بنشخص تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ عندي نوعين من الاختبارات يا حبايبي. يلا كل بصين، حاجه اسمها الرجي سكين تيست، ودي الهدف منها معرفه الالرجين اللي عامل لك حساسيه. لان بصوا يا حبايبي بقى، ساعات الهيستوري ما بتبقاش واضحه، خاصه في الالرجين اللي هي باي انهاليشن، وعشان كده الدكتور بيضطر يعمل اختبار حساسيه عشان يعرف انت عندك حساسيه من ايه بالظبط. النوع الثاني بقى من الاختبارات بعمله في البلاد، ده بقيس فيه الاي جي اي. طبعا الاهم على الاطلاق يا جماعه في الامتحان هو السكين تيست، اللي هو بيسموه بالعربي ايه؟ اختبار حساسيه. والكتاب بيعمل حاجه ظريفه قوي، كاتب معظم الالرجين اللي انت بتعمل ضدها هذا الاختبار، وناسي اهم حاجه بتعمل اختبار. قولوا لي يا جماعه، مشهور كده، هو احنا بنعمل اختبار حساسيه دي لما نكون هناخد حقنه ايه؟ بنسل بالظبط. انتوا عارفين الناس اللي عندها روماتيك فيفر، هنبقى ناخدهم في سيستماتيك، اللي هم بياخدوا حقنه بنسلين كل شهر، المفروض بيعملوا اختبار حساسيه قبل الحقنه، فهو كاتب كله وناسي يكتب ان احنا لازم برضه الدراج زي البنسلين، فزودوه بقى بالرصاص. انتوا عندكم التيست الرجين اللي هو السهم الشمال، عندك 1 و2 و3 و4، تحت فود بقى اكتب، تحت فود اكتب دراجز بيفور انجكشن، قبل ما تاخد حقن، دراجز بيفور انجكشن، اكزامبل بنسلين، ده اختبار الحساسيه المشروع بتاع البنسلين. طيب في ثانيه بقى تعالوا نشوف الفكره. انا دلوقتي الدكتور كتب لي على كورس حقن بنسلين، وعايز اعرف هو انا عندي حساسيه من البنسلين ولا لا؟ قولوا لي في ثانيه، هو انا لو عندي حساسيه من البنسلين هيبقى الجلد بتاعي وجسمي في ايه لازق على ايه؟ الله ينور عليكم، في اي جي اي لازق على الماست سيل. الاي جي اي ده ضد مين يا حلوين؟ ضد البنسلين، صح ولا مش صح؟ فانا هعمل التيست عشان اكتشف دي. هعمل ايه بقى؟ هجيب العيان وببقى محضر الانتيجين عندي ان فيري لو كونسنتريشن، يبقى في نيوتن يا ابني. طب يا ست تلاحظ الخزوك ليه؟ انا بكلم يا ابني بس ماشي، بتقول لي طب قول قول كنت خازوق طز فيك. طب ما انتش قايل اخذوه، ايه رايك بقى؟ ما انت قول يلا قول بسرعه. هو مش دي اول مره دكتور ساعد بيقول الجبل ايه لازق على الراس؟ اه طب هشرح التست ده، سؤال كويس ده، كنت هشرح التست وبعدين اجاوبك عليه. طب هشرحه ماشي، وبالغلطه فيك مش هجاوبك عليه، لا هجاوبك عليه، ده سؤال كويس بس اشرحه الاول. بص دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هجيب ثابت من قفاه اللي هو الخازوق، وعايز اعرف عنده حساسيه من البنسلين ولا لا، واحقنه انتراديرمال بالانتيجين بتاع البنسلين. حلو؟ قولوا لي بقى يا جماعه، لو الشخص فعلا عنده اي جي اي لازق تحتيه ماست سيل، هيحصل في الماست سيل دي حاجه اسمها ايه؟ دي غريبيشن. فيبتدي يحصل لي اعراض في السكين ولا لا؟ الاعراض دي بقى تتحفظ صم، وهجيب لكم وايه هتشوف صورتها بعد شويه. الرياكشن اللي بيحصل في الجلد اسمه ويل اند فلير. يبقى زي قرصه الناموسه، هنشوفها دلوقتي، حته ريزد كده من القديمه وعلى اطرافها فازو دايلاتيشن. وخلي بالكوا بقى، الويل اند فلير ده
لازم يتقلي بعد 15 ل 20 دقيقة أو نص ساعة بالكتير. يعني فات نص ساعة وما ظهرتش أعراض يبقى سيادتك ما عندكش حساسية. ليه يا جماعة؟ مش أكتر من نص ساعة. عشان لا بص ده اسمه يا ثابت immediate hypersensitivity، مش زي التوبركولين انك بتقرا التست بعد 48 ساعة، لا ده التيشو دامج المفروض يحصل في خلال نص ساعة. لو حصل بعد نص ساعة لا مش هيكون يا ثابت الاي جي اي طلع، لا بنسميه نون سبيسيفيك انفلاميشن، لان الاي جي اي ما يلحقش يطلع مثلا في ساعة ساعتين. المهم يبقى الرياكشن اسمه ويل اند فليم. مزودين عليكم شويه في التفاصيل، يقول لك ايه من حجم الويل اند فليم اقدر اعرف درجه الحساسيه اللي عندك. فهم بقى بيقيسوها، يعني بيبقى في مايلد وفي مودريت وفي سيفير. فاكرين لما وريتكم صوره التوبركولين وكان جنبيها مسطره زمان في اللي احنا بنقول بس اهو برضه احنا بنقيس الويل اند فليم. طيب نيجي بقى لسؤال ثابت مهم جدا. ثابت يقول لي طب يا دكتور انا اول مره اخد حقنه البنسلين منين هيجي لي اي جي اي اون ماست سيل؟ ده سؤال منطقي. بص بقى يا ثابت، الاي جي اي بتاع الماست سيل ده مش لازم يجي لك باي انجكشن، انك خدت البنسلين قبل كده انجكشن. يعني ناخد مثلا انا جالي انفكشن في يوم من الايام وخدت اورال بنسلين، وخدت الاورال ده مثلا اربع خمس مرات. انتوا عارفين احنا كدكاتره اشهر حاجه بنكتبها هي عائلات البنسلين، فانت جي عندك حساسيه في مره من المرات دي فابتدى يطلع لك اي جي اي بقى راشق على المصل سيل في كل جسمك. يبقى الاي جي اي الاولاني مش لازم ينتج عن انترافينوس، لا ده ممكن ينتج عن اورال دراج وانت ناسيه اصلا، يعني الهيستوري مش في دماغك. ماشي؟ نعم يا حبيبي. لا اول مره اتعرض الفيرست. لا بص بقى الكلام ده ممكن يحصل في حالات قليله، وعشان كده بص بقى بيقول لك ايه اللي عنده روماتيك فيفر يا عمر، انا عملت له اختبار النهارده ما طلعش عنده حساسيه، واخد بالك؟ لازم اكرر الاختبار ده من 3 ل 6 شهور. ليه بقى؟ الاحتمال اللي انت بتقوله احسن يكون جرعه منهم عملت حساسيه فابتديت يبقى عندك حساسيه. فطبعا الكلام اللي انت بتقوله ده منطقي، بس لاقوه براكتيكالي ما بيحصلش قوي. ليه بقى؟ اقول لك انت عشان يحصل لك تايب 1 لازم يكون عندك جينيتك بريديسبوزيشن. مش معقول وصلت لسن كبير وانت لسه ما عملتش اي جي اي لاول مره، واخد بالك؟ لكن اللي انت بتقوله ده ساعات يحصل. بالظبط، الله ينور عليك، ممكن يعمل سنسلايزيشن الايه التست ده بالظبط. طيب ماشي يا ثابت، جاوبت على السؤال يا حبيبي، بس كنت ظبطت عليا. خش بعد كده عايزين هوريكم الصوره بعد شويه. نقيس بقى الاي جي اي في البلاد. احنا بنقيس حاجه من اتنين، يا التوتال اي جي اي. انتوا عارفين يعني ايه توتال يا حبيبي؟ يعني الاي جي اي اللي انت مطلعه ضد كل الانتش. بالتيست اسمه ار اي اي. اللي عايز يعرف ار اي اي ده اختصار راديو اميون اسي، بس مش لازم تكتبوه، يعني ده اختصار معترف بيه زي الالايزا، راديو اميون اسي. ده بنشوف بيه التوتال اي جي اي، يعني اللي انت مطلعه ايه ضد كل الانتش. وطبعا بيبقى عالي لو انا عندي الايه النوع ده. في بقى حاجه ادق اسمها سبيسيفيك اي جي اي. حد عارف يعني ايه سبيسيفيك يا جماعه؟ يعني ضد انتجين معين. بالظبط، ضد انا شايف ان عندك حساسيه من اكله معينه فقيس الاي جي اي اللي ضد هذه الاكله. والتيست هنا بقى اسمه راست. هقول لكم برضه اسمه لو انه صعب شويه يعني، لكن اهو اللي عايز يعرفه يعني. راست دي اختصار ايه؟ راديو الرجو سوربنت تيست. حاجه زباله يعني. راديو الرجو سوربنت تيست، ما حدش هيسالك طبعا ده اختصار ايه؟ خالص. دي اختصارات زي الالايزا، حتى مش هناخد التيست ده في العمل اساسي. طيب عايز بقى اوريكم الصوره عشان تخيش في دماغكم، لان الويل اند فلير ده مش عايز اقول لكم في الام سي كيو لما احب اسال تايب 1 لازم بسال في الويل اند فلير. بص معايا يا زفت، ولا بص في كتير انا مش طايق. بص معايا طلعوا اول صفحه في الرسومات. حكي عليكم رحت منك طيب خلاص يا زفت، بص مع الواد وخلاص. بص عندك الدكتور اللي ماشي، عرفت مواعيد الاسبوع الجاي؟ يعني عارفه من الدكتور وليد لو سمحت.
قوم انت حضرت اهم حاجة يعني اللي جاي ده. بص دلوقتي يا جماعة الرسمة اللي في النص على اليمين الطويلة انا جايب لك ايه بقى؟ هحقنك اهو بالانتجين وانت عندك ماست سيل اللي هي البني ضد هذا الانتجين، وملاحظين ان البلاد فيسل بتاعتك اللي هي الفينيول عادية لا في فازو دايلاتيشن ولا اي مصيبة. بص بقى تحت حصل ايه؟ ابتدى الماست سيل تطلع البلاوي بتاعتها فابتدى يحصل اديمة فعملت لك الحتة الوسطانية اللي هي اسمها ويل اللي هي الاليفيشن، وعلى اطرافها بيبقى فيه فازو دايلاتيشن اللي بيقولوا عليه ايه؟ فيلير. وجنبها بقى على الشمال يا جماعة هو ده شكل الليجن بالملي اهو زي قرصة الناموس. هتلاقي الويل اللي هي الحتة الريزد اللي ايه اللي في النص، وبعد كده على اطرافها في اللي هو فازو دايلاتيشن. ماشي يا حبايبي؟ طيب يبقى هو ده الايه الويلاند فيلر. عايز امليكوا بقى تجميعه مهمه. قولوا اجي اقول لك يا ابني اديني 3 سكين تيست في الاميونيتي ويز ديفرنت باثوجينيسيس. طبعا اول حاجه تبقى حد حمليك التوبيكولين ده كان نقلي خليه دي اتش 1. طيب تاني كان في نفس الصفحه الصفحه اللي بعديها قصدي بتاع الكونتاكت ديرماتايتس اللي هو اسمه سكين باتش تيست اللي هو كان معتمد على السي تي ال ده باثوجينيسيس مختلف. والتالت بقى بتاع النهارده اللي هو الالرجي سكين تيست ده معتمد على الاي جي. يبقى اكتبوا لي بقى في ظهر الصفحه يا جماعه اجمعني برضه مهم سكين تيست ان اميونيتي. مش هناخد تاني بقى سكين تيست خلاص سكين تيست ان اميونيتي. تلات اسهم اول سهم تيوبيكولين بين قوسين تي اتش 1 ده معتمد على التي اتش 1. السهم التاني سكين باتش تيست سكين باتش تيست بين قوسين سي تي ال معتمد على وجود السي تي ال. طبعا انتوا عارفين التيست ده بتاع الكونتاكت ديرماتايتس. السهم الثالث والاخير الرجي سكين تيست الرجي سكين تيست وده معتمد على الاي جي اي معتمد على الاي جي اي الرجي سكين تيست. طيب يلا اخر حاجه بقى في تايب 1 المانجمنت بتاعه. يلا بصوا المانجمنت بتاعه سهل جدا ما فيهوش الا حته بس مع ربنا. طبعا احسن طريقه لعلاج تايب 1 افويدنس. حد عارف يعني ايه افويدنس؟ تم تانع. واحد عنده حساسيه من المانجا ما تطفحش مانجا، واحد عنده حساسيه مش عارف من ايه ما تعملوش، يبقى ده احسن طريقه. طيب بصوا لي بقى، طب افرض حدثت الواقعه يعني انا تعرضت للالرجي وابتدى يظهر عندي اعراض انافيلاكتيك شوك، ازاي تعالجني؟ اربع حاجات خدتوا معظمهم في الفارما وهتاخدوا الباقي برضه في الفارما. لايف سيفنج ابينفرين خدتوا في الفارما. ليه يا جماعه لايف سيفنج؟ بيعمل برونكو دايلاتيشن وبيرفع الضغط وبيعمل فازو كونستريكشن بالظبط، فده لانك انت هتموت من هايبوتنشن. طيب تاني حاجه كورتيكوسترويد خدتوها في الفارما دي؟ يعني هو حد بص الكورتيكوسترويد ده يا جماعه بيعمل جنراليزد اميون سبريشن وطبعا سبريس الانفلاميشن، ما يخليش البلازما تطلع اي جي اي، ما يخليش التيل بار 2 تطلع السيتوكاين بتوعها، واخدين بالكم؟ يعني بيعمل اميون سبريسيف جامد قوي، حتى هناخده في الاورجان ترانسبلانتيشن ان احنا ممكن ناخده عشان ايه يهد المناعه بتاعت حضرتك. تالت حاجه بقى دي ما خدتوهاش في الفارما لسه، مجموعه من الدراجز خدتوها؟ امال بتوع عمليه نص العبط قالوا ماست سيل ستابلايزر. ايوه اللي هي الكرومولاين، عيله الكرومولاين صوديوم كرومو جلايكيت والكلام، تعرفين يعني ايه ماست سيل ستابلايزر يا جماعه؟ ما يخليش الماست سيل يحصل لها ديجرانيشن، هوريكم صورتهم بعد شويه. واخر حاجه بقى انتي هيستامينكس. سؤال شفوي مشهور. طبعا ده بيسالوه حتى في الفارما كمان. قولوا لي يا جماعه هي الانتي هيستامينكس تعتبر علاج مهم في البرونكا الاسمى او تايب 1 ولا لا؟ ليه؟
عشان كمية الهستامين. الهستامين مش هو الميديتو الوحيد، ده انت عندك بلاوي سودة تانية اخطر من الهستامين 100 مرة. فالهستامين ده حاجة مساعدة، لكن انت عندك اللي قبليه هو الاهم، عشان كده مكتوب نمبر 4. فبنتضايق قوي لما تكتبوا اول واحد في العلاج، واخدين بالكم؟ لا، يبقى انت مش فاهم حاجة. حتى اكتبوا عليها كده في البونكة الاسمى برضه، اكتبوا لي في الاخر خالص. خشوا لي بقى على ايه؟ حسيب نمبر 3 للاخر نمبر 4، وده من احدث العلاجات بس الحقنة غالية قوي. حضرنا حاجة اسمها مونوكلونال انتيبودي اجينست الاي جي اي. طبعا هقول لكم يعني ايه مونوكلونال بعد الصفحه دي على طول في المذكره القديمه. احنا خدنا اللفظ بتاع مونوكلونال ده قبل كده في جهاز الفلو سايتومتري، وهناخده النهارده بالتفصيل. دي بقى عباره عن ايه؟ انتيبودي بتكسر الاي جي اي اللي عند العيان. فانا احقنك بحقنه الانتيبودي دي، ساعتها اكسر لك الاي جي اي اللي عندك. فطبعا الحقنه دي مش موجوده في مصر، يعني بيبعتوا يستوردوها عند الطب. نيجي بقى لثلاث ارباع السؤال على الحته اللي جايه دي. لو جبت لنا كده السؤال ده، فعندنا اللي احنا بنقول عليه الليرجن سبيسيفيك اميونوثيرابي. انتوا عارفين يا جماعه العلاجات اللي فاتت دي كلها مش سبيسيفيك للالرجن، دي تنفع مع اي الرجن، لكن اللي انا هقوله مرتبط بالرجن معين اللي احنا بنقول عليه دي سنسيتايزيشن. ممكن توصلوا لي بقى اهم حته في السؤال دلوقتي يا حلوين؟ الاول انا امتى هلجا للطريقه دي؟ لانها طريقه غلسه. هلجا لها في حاجتين. اول حاجه اللي هو الكتاب مش كاتبها، بس قال في محاضره. If the allergen cannot be avoided. قولوا لي يا جماعه، مش ساعات الالرجن ما تقدرش تتجنبه؟ واحد عنده حساسيه ضد حبوب اللقاح، انهاليشن. هتقول لما يجي الربيع ما تجيبش جنب اي جنينه، ما تمشيش جنب جنينه خالص، يعني تبقى ماشي كده في الصحراء مش معقول. يبقى هنا الالرجن كان نوت بي افولد، مستحيل تعمله. تاني حاجه بقى، الالرجن الراجل بيتجنبه ومع هذا بيجي له برونكال اسما وسيفير، يعني الدوجز مش قادره تعمل كنترول. فساعتها بضطر اعمل الديسنسيتايزيشن. فقبل ما اشرح عايزكم تكتبوا بالرصاص لو سمحتوا. في الانديكيشن انت مكتوب عندك فيلير اوف ميديكيشن تو كنترول الرجي سيمبتوم، اكتبوا تحتيها بقى بالرصاص. بالظبط. All the allergen cannot be avoided. All the allergen cannot be avoided. زي الحاجات اللي باي انهاليشن. All the allergen cannot be avoided. يلا ممكن تبصوا لي بقى ناخدها كانها اكزامبل. قولوا لي يا جماعه، انا دلوقتي شخص اعاني من حساسيه ضد حبوب اللقاح بولين جرين، تقدروا تقولوا لي لما بيجي الربيع ايه الكارثه اللي بتحصل عندي؟ اولا انا في اللنج بتاعتي في ايه زي ما متفقين؟ ماست سيل. ها وعليها ايه؟ اي جي اي ضد. طيب فاضل لنا بقى بالظبط ربع ساعه بالكتير، طلعوا لي بقى المذكره القديمه كده. المذكره دي خلصت. وطلعوا لي كمان رسومات المذكره القديمه اللي هم كانوا ست صفحات، عايز صفحه ستة اللي هي فيها رسمه الفار. دكتور الورق كله مش مهم، خليك قاعد كينو معايا ولا معاك استنى، لا معايا انا بالغلطه فيه. انتوا الاثنين خدوا البص، لا الورق بتاع المذكره القديمه مش معايا الورق، هو ده في الشنطه. طب ارجع هاته وخليه هناك بقى خلاص. خلاص يا زفت، لا دهقت منك ده كفايه قوي ربع يعني الحصه بحالها، لا بتجيب لي غباء كفايه. وبشوف بقى يا اخويا مين اللي سرق منك الورق. يلا بص استغلوا استاذتك دلوقتي. هناخد خلاص يا عمر، عايزين نخلص. هناخد حاجه اسمها مونوكلونال انتيبودي. يا جماعه عايزين نخلص. بص في قصه بسيطه بس دقيقه عشان تعرفوا هو اللي احنا هنقوله ده قيمته ايه في الحياه. بص يا حبيبي، زمان قبل ما يجي لنا فكره المونوكلونال انتيبودي اللي هي قبل سنه 1990، كان لما احب احصل على انتيبودي من الانيمال كنت بعمل الاتي.
بجيب الانتيجين كله واقوم حقنه في الماوس. ماوس اللي هو مين يا عمر؟ الفار زي حالتك كده، بطل اللوكلوك اللي انت فيه، ماشي؟ طيب المهم بجيب انتيجين واقوم حقنه في الفار. قولوا لي يا جماعه الانتيجين ده معمول من كام ايبيتوب؟ كتير. مش كل انتيجين معمول من ايبيتوب صغيره ولا لا؟ يعني الانتيجين ده هيعمل استيميوليشن لبي سيل كتير في الماوس. فلما يطلع انتيبودي في الماوس، الانتيبودي اللي انا باخدها من الدم بتاعه دي بنقول عليها بولي كلونال. انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه كلمه بولي كلونال؟ يعني طالعه من كذابي، فهم متلخبطين على بعض، واخدين بالكم؟ فاي انتيبودي زمان كان بيبقى اسمها بولي كلونال انتيبودي، يعني انتيبودي طالعه من كذابي ضد الانتيجين ككل. لما العلم تقدم بقى قال لك ايه؟ انا عايز ابقى مور سبيسيفيك، يعني ساعات ابقى محتاج انتيبودي ضد وان ايبيتوب. افرض الانتيجين ده فيه 7 ايبيتوب وانا مش محتاج الا انتيبودي ضد ايبيتوب واحد فيهم، طب ازاي احضرها بقى؟ فجت لهم الفكره اللي هقولها لكم دلوقتي اللي هي اسمها مونوكلونال انتيبودي. فالديفينيشن بقى، المونوكلونال انتيبودي هي الانتيبودي اللي طالعه اجينست كام ايبيتوب؟ واحد بس. وطبعا ما دام طالعه ضد اجينست 1 ايبيتوب هتبقى طالعه من كام بي سيل؟ واحد بس برضه. بصوا بقى احنا بنحضر المونوكلونال دي ازاي؟ اللي هي يا جماعه كانت ايه؟ ده كانت فتح في تاريخ الطب، لان دي ليها استخدامات بالهبل في الطب دلوقتي. بصوا بقى. اول حاجه بجيب ماوس. فار وناخد مثلا، فاكرين النهارده مش احنا عملنا مونوكلونال انتيبودي ضد الاي جي اي اللي احنا استخدمناه في علاج تايب 1 صح؟ بيعملوها ازاي؟ هيجيب الاي جي اي حته منه من الاف سي بتاعته، واخدين بالكم؟ اللي هو دومين واحد بس يعني ايبيتوب، واقوم حقنه في الماوس. قولوا لي يا جماعه الماوس مشكورا مش هيبتدي يعمل لك بلازما سيل ضد الاي جي اي ولا لا؟ عارفين البلازما سيل دي موقعها فين؟ في السبلين بتاع الماوس، لان انا بديله الانتيجين انتروفينوس، لكن احنا قلنا الانتروفينوس بيوعى السبلين على طول. اعمل انا ايه بقى؟ اموت الماوس واشرح السبلين بتاعه واخد البلازما سيل دي. البلازما سيل اللي هي بتطلع مين؟ الانتي بودي اللي ضد الاي جي اي. قولوا لي مش الانتي بودي دي هتبقى مونوكلونال ولا لا؟ والبلازما نفسها مونوكلونال. واحد يقول لي التجربه خلصت، اقول لك لا، البلازما سيل دي عمرها الافتراضي قصير. مش احنا خدنا قبل كده انها لا تتكاثر؟ احنا قلنا بعد شويه بتموت، يعني انت مش هتقدر تحصل على كميه ضخمه من الانتي بودي دي. انا عايز احصل على كميه ضخمه. فقال لك ايه بقى؟ هتجيب من عندك حاجه اسمها مايلوما سيل. تاخدوها في الباثولوجي، مايلوما يعني كانسر بلازما، خلايا سرطانية من البلازما. طبعا قولوا لي يا جماعة الكانسر ده عمره الافتراضي ايه؟ إلى ما لا نهاية. أنتوا مش خدتوا التيومر في الباثولوجي ولا لسه؟ بيقول لك أحد الكرايتيريا أوف مالينجنت سيل إنديفينيت بروليفريشن، يعني ممكن تقعد ليوم القيامة وهي عمالة تعمل إيه؟ تكاثر. يبقى أنت دلوقتي جبت مايلوما بلازما سيل وعندك البلازما سيل اللي بتطلع المونوكلونال اللي انت عايزه، ها تفتكروا هنعمل ايه؟ نعمل لهم هجين مع بعض، نحط الخليه دي مع الخليه دي، فيطلع لك حاجه اسمها هايبريدوما. انتوا عارفين هايبريدوما بالعربي يعني ايه؟ هجين. قولوا لي بقى يا عم الحاج، الهجين ده لما تحتفظ بيه في المعمل، ايه الخاصيتين اللي عنده؟ اول حاجه هيطلع لك ايه؟ المونوكلونال اللي انت عايزها، وتاني حاجه مش هيموت، يعني هيطلعها بكميه لا نهائيه. فبقى اي مونوكلونال انتي بودي عايزين نعمل ضده انتي بودي نعملها الكلام. قولوا لي في الفلو سايتومتري مش احنا كنا عاملين مونوكلونال انتي بودي ضد سي دي 3 صح؟ عملناها ازاي؟ نفس الطريقه، تجيب سي دي 3 وتحقنها في الماوس وتعمل العمله دي. وعندكم بقى الرسمه يا جماعه، لو بصيتوا في الرسمه كده بسرعه، الرسمه فيها اللي انا قلته، يعني ما جابش الرسمه مش مشكله. يبقى هتلاقي حقنت
الرسمه صفحه 6 الورق القديم الرسومات صفحه 6 هتلاقي تحت على الشمال في فا وسين كده بصوا فيه انتوا بتبصوا على ايه بسرعه عشان نخلص فهتلاقي حقنت الانتيجين في الماوس وبعد كده جاب البلازما سيل طبعا جايبها من السبلين انا قلت لك جابها منين وجاب تيومر سيل اللي هي فوق وعمل منهم حاجه اسمها هايبريدوما شايفين بقى الهايبريدوما اللي هي بتطلع الانتيبودي الاحمر اللي انا عايزه ودي بقى هتفضل تتكاثر الى ما لا نهايه دكتور هو البلازما سيل ده البلازما سيل اللي ما كانتش عند الماوس اصلا بس دي ما كانتش عند الماوس اه ده هو طلعها ضد هذا الانتيجن ده دي اللي سبيسيفيك للانتيجن اللي هو الاي جي اي طب لما يخش عندي انتيجن بعمل كده لا انت لما بيخش عندك انتيجن بيبقى كذا ايبيتوب فبتقوم مطلع كذا بلازما انا هنا مدخل له ايبيتوب واحد بس فهاخد البلازما دي بس نعم انجكشن عادي ما هي طريقه بقى معينه احنا بنعمل انجكشن وبيبقى تارجتد لخليه معينه ماشي التكنيك بقى الكبير بقى لما تشغل مايكرو طيب بص اخر حاجه فاضله لنا تجميعه السيتوكاين بص ده اللي انا ابتديت بيه في الاول بس قطعته احنا يا جماعه السيتوكاين في الكتاب معمول شابتر مش عارف شابتر 7 ولا ايه احنا اوريدي خدنا 90% من السيتوكاين ليه بقى احنا خدنا السيتوكاين دي ثلاث مرات كلهم في موضعه خدنا في الانيت اميونيتي فاكرين السيتوكاين اللي بيطلعوا من الماكروفيج اللي هم بتوع الانيت اللي هم الانفلاماتو وبعدين خدنا التي اتش 1 مش احنا خدنا جدول التي اتش 1 بالثلاثه سيتوكاين اللي هم بتوع السيل ميديت والحلقه اللي فاتت على طول خدنا التي اتش 2 اللي هم بتوع اليومور يعني ما فاضلناش الا كاتيجوري واحده اسمها السيتوكاين بتاعه الهيماتوبويزس هنخلصها في خمس دقائق بس المهم بقى عشان نلم اللي في الكتاب كله الكتاب كاتب في بدايه درس السيتوكاين حاجه اسمها جنرال كاركتر اكتبوا عليها ام سي كيو فقط وهي اصلا عبيطه الكاركتر دي ايه بقى الجنرال كاركتر بتاعه الايه بتاعه السيتوكاين اول حاجه عندي خاصية اسمها مالتيبليسيتي اكتبوا بالعربي تعددية مالتيبليسيتي يعني تعددية يعني ايه بقى تعددية؟ أول حاجة حاجة اسمها بليوتروبيزم انتوا عارفين يا جماعة بليو يعني مالتيبل وتروبيزم يعني الهدف تارجت يعني السيتوكاين الواحد بيبقى ليه أكتر من تارجت يأثر عليه واحد يقول لي اديني مثلا يا دكتور هقول لك كله انتوا لما تفتكروا جميع السيتوكاين اللي خدناها ما كانتش بتاثر على خليه واحده ده ليها مالتيبل اكشن عمرنا ما خدنا سيتوكاين ليه تارجت واحد بس فلو سالتك يا ابني اديني اكزامبل للبليوتروبيزم تقول لي اول سيتوكاين كلهم كده يا دكتور طيب التعدديه الثانيه بقى حاجه اسمها ريدندنسي اللي هي بالعربي بيقول عليها الوفره يعني ايه الوفره بقى ودي من حكمه ربنا ان كذا سيتوكاين يعملوا ذا سيم افكت عشان لو واحد باظ عندك او ما انتجتوش الباقي يعوضه ناخد امثله قولوا لي يا جماعه السيتوكاين بتوع التي اتش 2 كم فيهم واحد بينشط البي سيل كله فاكرين الجدول اللي هو بتاع 4 13 10 5 6 مش كلهم كانوا بينشطوا البي ما هو ده اسمه ريدندنسي يعني كلهم بيعملوا اكشن على ذا سيم تارجت عشان لو واحد عطل الباقي يشتغل بعد كده العنوان اللي بعديه عبيط برضه طب ايه الايفكت بتاع السيتوكاين على الخليه اول حاجه يخليها تعمل اكسبريشن لنيو جين عشان تعمل نيو فانكشن الاكزامبل كلهم بيعملوا كده طبعا اما لو واحد خلايا يعمل ايه يرقص يعني تاني حاجه في سيتوكاين يخلي الخليه تعمل بروليفريشن بس ما عندكوش المثل ده الاكزامبل ده ما عليكوش في المنهج بتاعكم وفي سيتوكاين بقى انهبيتوري ادوني اشهر انهبيتور سيتوكاين خدناه تقولوا لكم 10 اسم الله عليكم يبقى هم دول الايه الافكت اخر حاجه بقى في التقسيمه اكوردنج للتارجت اه بص يا حبايبي ادي خليه 1 سيل طلعت سيتوكاين بصوا بقى السيتوكاين ممكن ياثر على اني خلايا بالظبط اول حاجه يرجع يخش للخليه اللي طلعته يعمل افكت عليها
ده اسمه اوتو كرايد. انتوا عارفين اوتو يعني ذاتي، ومعلكوش اكزامبل اللي ده برضه في المنهج بتاعكم. تاني اكزامبل، السيتوكاين يطلع من الخليه ياثر على الخلايا المجاوره نيبرنج سيل، ده اسمه باراكراين. ولو قلت لك قول لي اكزامبل، قول كلهم كلهم ليهم باراكراين. النوع الثالث بقى سيتوكاين يخش في السيستميك سيركيوليشن. مفيش فايده. ايوه انا عارف والله، خلاص احنا خلاص قدامنا خمس ايام ما تستاهلش. سيتوكاين بيخش السيستميك سيركيوليشن فيعمل لك سيستميك افكت. قول لي يا عبد الرحمن بقى اكزامبل لسيتوكاين بيعمل كلهم بيهطل. طبعا ما كلهم، اه ما انت اولاداتي اساسا. طب قول لي يا عمر اللي عمال تنخشه، اديني اشهر سيتوكاين بيعمل سيستميك افكت او اتنين هما شبه بعض. لمبس هعرف القطك برضه صح يا عم. قولوا لي التي ان اف الفا وانترلوكين 1 شو ما بيعملوا شوك ولا لا؟ فاكرين خدناهم في الاكوت فيز ريسبونس، هما ليهم سيستميك افكت لانهم بيدخلوا ويدخلوا في كل حته في الجسم. فاكتبوا اكزامبل بفلوس ماشي هبقى اجيب لك كيلو سمك. اكتبوا لو سمحتوا الاول بس يا سيدي، اكتبوا اكزامبل للسيستميك افكت، اكزامبل للسيستميك افكت بتاع السيتوكاين اللي هو اندوكراين اللي بيقول عليه اندوكراين. اكتبوا اكزامبل تي ان اف الفا وانترلوكين 1. ايوه يا سيدي. يعني ايه نوت انتيجين سبيسيفيك؟ قول لي هو الاكشن بتاع السيتوكاين مرتبط بالانتيجين ولا بالسيتوكاين نفسه؟ يعني اديك مثلا يا سيدي، افرض ان انت عندك تي بي وستاف عملوا ستيميوليشن للتي هيلبر طلعت انترلوكين 2، هل ده هيبقى مختلف عن ده؟ لا، فانا مرتبط بالسيتوكاين وليس بالانتيجين. يلا اقلب اخر صفحه النهارده. تعالوا بقى نشوف الكلاسيفيكيشن بتاعت السيتوكاين. هنقرا اول نص صفحه مع بعض مراجعه. عندنا السيتوكاين بتوع الانيت اميونيتي، فاكرينهم؟ كانوا الانفلاماتوري اللي هو انترلوكين 1 اللي العبيط ده لسه قال عليه هو تي ان اف الفا، وبعدين انترلوكين 6 والكيموكاين، وكان عندنا تايب 1 اللي هو انتي فايرال فاكرينه، وبعد كده الانهيبيتوري انترلوكين 10. بعد كده عندنا بتوع الادابتيف اميونيتي، اول واحد انترلوكين 2 انترفيرون جاما والتي ان اف بيتا اللي هم طالعين من انهي خليه؟ تي اتش 1. مش تي اتش 1 اللي بتطلع العالم دي؟ وطبعا اللي يقول لي ليه ما كتبش تي ان اف الفا؟ اقول لك لان هو كاتبه في الانيت، يعني تي ان اف الفا ده اساسا تبع الانيت، انه بيطلع من الماكروفيج البصه الرئيسي بتاعه. بعد كده قولوا لي 4 5 13 دول هما بيطلعوا منين؟ من تي اتش 2. وبعدين الانهبيتور الكبير تي جي اف بيتا. نيجي بقى لاخر باراجراف، ده فعلا ما خدناهوش قبل كده. وده بيجي في الاسي مش عايز اقول لكم كتير قد ايه، لان ده الخدعه بقى. كلهم عارفين انكم بتهتموا بالسيتوكاين الكبيره بتوع الانيت والادابتف، وبتنسوا اللي بيعملوا هيماتوبويز. جه مرتين في الريتن ورا بعض. بصوا لي بقى، وهو عبيط اصلا. عندنا مجموعه من السيتوكاين بتشتغل على البون مارو. كلمه هيماتوبويسس يعني بروح على الستيم سيلز اللي في البون مارو. بصوا بقى هتحفظوهم برضو بنفس ترتيب الجدول وهتشوفوا ليه. عندنا اول حاجه مجموعه اسمها كولوني ستيميوليتنج فاكتور اللي هو اختصارها سي اس اف، جنبيها انترلوكين 3، وبعدين جنبيها ستيم سيل فاكتور، واخر حاجه انترلوكين 7. يلا بصوا لي. اول حاجه طبعا فاكرين لما بتكلم على كل سيتوكاين لازم تقول لي سورس. اللي فيكم ذاكر بقى طبعا صعب عليكم ذاكرتوا الحصه اللي فاتت، السي اس اف وانترلوكين 3 كانوا طالعين من التي هيلبر 1 و2 مع بعض. وقلت لك لو اتسالت في الشفوي مين الاثنين سيتوكاين الوحيدين اللي مشتركين بين تي اتش 1 وتي اتش 2 هما الاثنين دول. لان فاكرين احنا قلنا دول اخوه اعداء يعني بيطلعوا عكس بعض، لكن هم مشتركين في الاثنين دول. طيب ما قلتش ان هم مشتركين؟ لا ما
والله اقول لك الكود ده انا شرحت تي اتش 1 وتي اتش 2 وكان مكتوب مشتركين. لا قلت دي اخوات عاديه ما قلتش ده سؤال شفوي يعني بس قلت انهم مشتركين اكيد ماشي خلاص متاسف يا مو. لا بس انت عندك حق لما دام انت فاكر بالكلمه والله شاطر. ماشي اخلص ونسمعها مع بعض يا ماشي. بص بعد كده بقى هعمليك قاعده للسورس حلوه قوي بتقول ايه؟ كل السيتوكاين بتوع الهيماتوبويسز لازم يكونوا طالعين من حاجه اسمها بون مارو ستروما اكسبت انترلوكين 3. يبقى اكتبوا لي لو سمحتوا قول ان بي في اي مصيبه هما اتنين ان بي هعمليهم عشان نخلص. ان بي all cytokines of hematopoiesis all cytokines of hematopoiesis are produced from bone marrow stroma. مش معقول يأثروا على البون مارو ويطلعوا بره البون مارو يبقى هما بيبقوا طالعين من البون مارو. are produced from bone marrow stroma except انترلوكين 3. انترلوكين 3 ده مصدره الوحيد هو التي اتش 1 والتي اتش 2. طيب تعالوا بقى على الفانكشن في تجميعه برضه قبل ما ننسى. بصوا يا حلوين الاثنين اللي في الوسط اللي هو انترلوكين 3 وستيم سيل فاكتور دول بينشطوا كل الاماتيور سيل اللي في البون مارو مع ان الكتاب كاتبهم بصيغ مختلفه لكن كلهم يؤدوا الى نفس النقطه. يعني انت لو نسيت اللي انا كاتبه في الورق وكتبت استيمولييت اول ستيم اماتيور سيل صح 100% يبقى الاثنين اللي في النص اللي هم 3 وستيم سيل فاكتور دول بيأثروا على جميع الستيم سيل. طيب اخر قاعده بقى بصوا لي كل السيتوكاين بتوع الهيماتوبويسيس مش بيشتغلوا اتزاريب لو بون مارو من اسمهم الا اللي اسمهم سي اس اف اللي هم كولوني ستيميوليتنج فاكتور. دول يقدروا يشتغلوا في التيشو يعني ينشطوا الخلايا بتاعتهم في التيشو وعشان كده في الاكشن تلاقيني كاتب لك ايه؟ انكريز اكتيفيتي. في السي اس اف لما اقول لك انكريز اكتيفيتي يبقى معنى كده بشتغل في التيشو مش في البون مارو بس. يبقى الوحيدين اللي بيشتغلوا في التيشو هو السي اس اف. الدليل على هذا كلمه اكتيف الباقي كله ات ذا ليفل اوف ستيم سيل. ممكن بقى تبصوا في الورق فاضل كلمتين انا ما قلتهمش. قول لي مش كلهم بيعملوا هيماتوبوليسيس؟ يبقى بيشتغلوا فين يا عمر؟ في البون مارو. يبقى مفروض شغلهم الاساسي فقط في البون مارو ما عدا السي اس اف اللي هي كولون ستيميوليتنج فاكتور ليها شغلة إضافية إنها بتشتغل على الخلايا في التيشو، يعني ممكن تروح التيشو وتنشط الخلايا بتوعها. الباقيين كلهم هو الليفل بتاع الأكشن بتاعهم بون مارو أون. أقولها تاني. طيب بص ممكن تبصوا في الورق كاتب لك إن في نوعين من الكولوني ستيميوليتنج فاكتور. حاجة اسمها جرانيلوسايت مونوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور. هذا بيشتغل على مين تفتكر؟ جرانيلوسايت والمونوسايت فين؟ شغال عليهم فين؟ بون مارو بس وفي التيشو. ما انا كنت بقول لكم ايه؟ مش احنا قلنا المجموعه دي بتشتغل في البون مارو والتيشو ولا لا؟ طيب واحد تاني اسمه جرانيلوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور يبقى ده بتاع الجرانيلوسايت بس بيشتغل عليهم فين؟ في البون مارو وفي التيشو. الباقي بقى اللي جنبيه بيشتغل بون مارو بس واللي جنبيه بون مارو بس. وانترلوكين 7 ده بتاع الاماتيور بيوتي لكن الاثنين اللي في النص بتعكر. بصوا بقى الخطه اللي هنعملها الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي انتوا عارفين الاسبوع اللي بعديه عندنا امتحان عمل وانا هشرح العمل مش عشان الامتحان انا هشرحه عشان اخر السنه والفرع اللي اسمه سيستماتيك.